وأما الأحاديث الواردة في النطفة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. رواه مسلم. وهذا الحديث إعجاز كامل، لم يكن أحد يعلم أن جزءا يسيرا من المني هو الذي يخلق منه الولد. لم يكن أحد يتصور أن في القذفة الواحدة من المني ما بين 200 إلى 300 مليون حيوان منوي، وأن حيوانا منويا واحدا فقط هو الذي يقوم بتلقيح البويضة. يقول الدكتور ليزلي آري في كتابه عن تشريح الأجنة إن التجارب على الثدييات أثبتت أن 1% من المني فقط يكفي لتلقيح البويضة، ومن المقرر طبيا أن 20 مليونا من الحيوانات المنوية في القذفة الواحدة هي الحد الأدنى للإخصاب. ورغم أنه يقرر طبيا أيضا أن هناك حالات حمل كثيرة بأقل من هذه الكمية، كما يمكن أن تحقن كمية المني الناقصة الحيوانات المنوية إلى الرحم مباشرة، وهي الطريقة المسماة بالتلقيح الاصطناعي. وهذه الطريقة تستخدم أحيانا لمن يشكون العقم، ويكون السبب في ذلك قلة الحيوانات المنوية في مني الزوجة. الحديث الذي معنا والذي رواه مسلم في صحيحه صريح في أنه ليس من كل الماء يكون الولد، وإنما من جزء يسير منه. أنى لمن عاش قبل 14 قرنا من الزمان أن يعلم هذه الحقيقة التي لم تعرف إلا في القرن 20؟ أنى يعلم ذلك إذا لم يكن علمه قد جاء من لدن العليم الخبير. وقد دلت على معنى هذا الحديث آيات قرآنية كريمة. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. قال المفسرون: السلالة الخلاصة، وخلاصة الماء المهين هي التي يكون منها الولد. فهناك انتقاء بعد انتقاء من مئات الملايين من الحيوانات المنوية، فأول ما تخرج يكون 20% منها غير صالح للتلقيح أصلا، ثم يموت في المهبل عدد كبير منها، ثم يموت على عنق الرحم عدد آخر، ثم تذهب مجموعة منها إلى قناة الرحم اليمنى وأخرى إلى قناة الرحم اليسرى، ولا تدري في أي منهما تكون البويضة، فتهلك تلك التي ذهبت إلى غير مكان البويضة، ولا يصل في النهاية إلى البويضة إلا ما يقرب من 500 حيوان منوي فقط. وهنا يقع اختيار وانتقاء واصطفاء آخر لحيوان منوي واحد فقط من بين هذه ليتم به تلقيح البويضة.